يا أخي يا أستاذ يا أخي يدك في يدي يدك في يدي والحالة هي هي والحالة هي هي وزارة مشات وجات وزارة مشات وجات. نحن في هذا اليوم نقدم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية من أجل تذكيرها باتفاق 19 أبريل 2011 والذي ينص على إصدار قانون أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين والذي من شأنه تنظيم جميع مهام وأدوار الأستاذ المبرز داخل جميع أماكن العمل التي يتواجد بها من أقسام تحضيرية، مراكز تحضير شهادة التقني العالي، مراكز التكوين، وبالإضافة إلى الثانوية التأهيلية. تواجدنا هذا اليوم في هذا المكان أمام وزارة التربية الوطنية من أجل تذكيرها بذلك الاتفاق ومن أجل مطالبتها بإصدار بتطبيق ماذا من هذا الاتفاق على الأقل في ومطالبتها بتضمين مضامين هذا الاتفاق ضمن هذا النظام الأساسي الذي يصاغ حاليا والذي لم يخرج بعد إلى النور. كانت ضرورة ملحة من أجل الاحتجاج على تهميش وتجاهل ملف المطلبي لأساتذة المبرزين في جولات الحوار وفي اتفاق 14 يناير 2023. جئنا لنقول للوزارة ولكل المسؤولين ينبغي الإنصات إلى هذه الفئة، فئة الأساتذة المبرزين، وهي كفاءة علمية ومهنية عالية كانت ركيزة لمجموعة من المنظومات المتميزة في التعليم ببلادنا. جئنا هنا لنؤكد على أن الأساتذة المتبرزون متمسكون بمطالبهم الأساسية التي يلخصها بيان التنسيقية الداعي إلى هذه الوقفة فيما يلي: إحداث هيئة الأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز مستقل عن إطار أستاذ الثانوي التأهيلي، إحداث درجات جديدة للترقي للأساتذة المبرزين حيث أستاذ المبرز هو الوحيد في المنظومة اللي كيترقى مرة واحدة في مساره المهني، مراجعة التعويضات التعليم تأطير الآباء التكميلي بما يضمن إنصاف إطار أستاذ مبرز، تعيين كل المبرزات والمبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا، تحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة في الأسبوع بمختلف مواقع عمل المبرز.